عايزك تكلمنا النهارده عن سبب عمل عرض خاص للفيلم بعد الاسف. عشان الناس تشوف ان دي دوشه اللي هو تحديد عدد الشباب ان الناس تتفرج عليه بروقان، الفيلم ده يستاهل الناس تتفرج عليه بجد. عشان كده استنيت بعد جهود كتير الافلام بتحديد اللي كان كتير اللي كلها خط ورزق وحاجات كده ان الناس تتفرج عليه، الفيلم يستاهل ان انت تتفرج. ما خفتش ان انت ما تحصلش راجل عيب؟ لا ولا حتى لو ما يكفيني شرف ان احنا نعمل الفيلم. عايزك بقى تكلمني نبذه بسيطه كده عن قصه الفيلم. لا قصه الفيلم دي تتفرج عليها اقول لك. طب الحاج احمد السكي عايزك تكلمني عن حته الاخراج في الفيلم، شايف الاخراج طالع بدور ومكتوب الاستاذ احمد البدري. صاحبي من 10 سنين يعني انا اللي كنت طبعا في مشكله بيني وبينه، هو واقف جنبي تبرعها باسمه كصحوبيه وكاصدقاء، انت كده مخرج كبير. يعني حضرتك اللي عملت الفيلم اخراجا من اول طب تجربه الاخراج بالنسبه للفنان والمنتج محمد السكري؟ بجد متعه حاجه كبيره. هنعمل ايه؟ شجعتك ان انت تعمل حاجه جديده على فكره؟ اكيد.